السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في قناتي، أنا عبد السلام الهادي. طبعا إذا أنت جديد في القناة، أول مرة لك في القناة، First time on my channel، لا تنسى أن تضغط زر سبسكرايب اللي تحت هذا الفيديو، بتلقى كذا أحمر وكيوت تحت، يعني اعمل عليه ضغطة، وفي حاجة جنبه كذا يعني اسمها notification عشان يعني تستقبل رسائل مني، وتعمل لايك للفيديو وتشاركه مع أصحابك إذا عجبك ما أقدمه في هذا الفيديو. نبدأ فيديو اليوم يا أصحابي. فيديو اليوم يا أصحابي هو المفروض أننا لازم يكون أول فيديو في القناة، ولكنني كما أنتم تعرفون ما زلنا كلنا في مرحلة في طور التعرف إلى هذه البلد الجميلة الجزائر، والتي ستكون بدايات سلسلة المدن، وحينما ننتهي من الجزائر سننتقل إلى مدن أخرى، الله وحده يعلم إلى أين سننتهي. ولكن كان المفروض أن الفيديو هذا أعمل أول فيديو، لكن شاء القدر أن يعمل اليوم بإرادة واحد أحد. فيديو اليوم على مدينة جميلة، مدينة تستهوي القلب والخاطر، المدينة البيضاء وتدعى بمدينة البهجة، المدينة المحروسة، المدينة التي إذا رأيتها لا تظن أصلاً أنك في أفريقيا أو حتى أنها دولة عربية. يعني إذا رحت كذا وما لقيتش أسامي، ما لقيتش أسامي طرق، وما لقيتش أي اسم معين، فبتقول أنا وين؟ لا أكيد أوروبا، أكيد، لأنه ما بعد فيش مكان آخر. مدينة فيها طابع تصميم اللمسة الفرنسية ما زالت فيها وبقوة. مدينة تعتبر من أبهى وأجمل وأكثر المدن كثافة في السكان، في الصناعة، في الاقتصاد، في الفن، في الأدب، على مستوى كل الأشياء في الجزائر. هي مدينة الجزائر أو العاصمة الجزائرية، لديها أسامي كثيرة جدا 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 عند الجزائريين، وإذا بحثت عن المدينة البيضاء الجزائرية تجد لها مسميات منذ التاريخ وإلى الآن، وكل فترة يطلع لها اسم أجمل وأروع وأنقى وأزكى، يعطي هذه المدينة جمالها ويصفها بما لم يصفها أحد من قبل. يكفي في الاسم أنه يحمل معنى جميل جدا. ما يكفيني أنها مدينة البهجة، أي إذا كنت تعيسا حزينا تمر بأشياء صعيبة وبأحداث قاسية في حياتك، لربما تجد المأوى والمحبة والسكون والطمأنينة والجمال والحب في هذه المدينة البيضاء. طبعا لهذه المدينة سلسلة تاريخية، أي مدن طبعا لديها نفحة تاريخية، وأنا أنتم عارفين أني في هذا الفيديو بعمل أكيد رياكشن فيديو على المدينة، لكن الرياكشن الفيديو اللي كل مرة بعودكم دائما بيحصل على بعض المعلومات والرياكشن، وهذا هو الخليط اللي أنا دائما بتعود أن أنا أخلي قناتي تتميز فيه، وإن شاء الله نستكشف جميع المدن ونتعرف على كل المدن في الوطن العربي بهذه الطريقة. دعونا نبدأ فيديو اليوم. أنا بأخذكم إلى لمحة تاريخية على مدينة الجزائر، المدينة العاصمة أو العاصمة الجزائرية، على مر التاريخ وما هي الأحداث التي غيرت وكونت وكينونة هذه المدينة، والمميزات الجميلة التي صنعت تاريخ هذه المدينة وجعلتها المدينة الجميلة النقية، المدينة المحلقة في شمال أفريقيا، ودرت درت درت المدن. لأنني إذا وصف بعض المدن بأنها درة، فهذه ستكون درة تكعيب على المدن. طبعا كانت مدينة الجزائر العاصمة تسمى بمدينة أكوزيوم، وهذه في فترة الفينيقيين أثناء الحكم، أي أنهم أيضا الفينيقيون لديهم بصمة كبيرة جدا، إلى أن هناك تداعيات أخرى ومقالات أخرى في أماكن عديدة يقولون أن الرومان هم من وضعوا أول بصمة في تأسيس هذه المدينة، إلا أن هناك هذا الاضطراب في المعلومات التاريخية، ولكن الأدق والأدق والأدق يقولون أنها فعلا تعود للفينيقيون. مدينة الجزائر، أريد منكم يا أصدقائي أن تستوعبوا مدينة، ولا أتحدث عن دولة، لأن الجزائر هي دولة لديها عاصمة اسمها الجزائر، هكذا هي. هذه المحروسة الجزائرية، الجزائر البيضاء، لديها قصة جميلة جدا لماذا تسمى بالجزائر البيضاء. ويقال أن الناس عندما يروا بياض وبهجة وصفاء البيوت الموجودة في هذه الجزائر أو في الجزائر البيضاء، يتخيل الناظر أنها فعلا مرتفعة على سطح البحر، أنك تراها ترتفع ترتفع ترتفع، وهذه وفقا للقصص لمن يزورونها. وطبعا مدينة الجزائر كغيرها من المدن الجزائرية التي مرت بسلسلة من الاحتلالات والحضارات التي أتت وذهبت وانتهت وحروب سجلت، ولديها مشاركات كبيرة، منها مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، لأن الجزائر كانت تابعة لألمانيا في تلك الفترة، وحاول الحلفاء أن ينزلوا بجيوش ليحاربوا، ومرت بصراعات كبيرة جدا على مستوى التاريخ. وإذا عدنا لما قبل ذلك فإنها أيضا سقطت بيد الإسبانيون، وعندما جاءت الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، وأيضا عندما جاء العثمانيون، وأيضا هي المدينة الباهرة الجميلة التي ضحت وضحت وضحت ضد الفرنسيين حتى جاء الاستقلال في عام 62، وعام 62 هو كان استقلال شامل لمعظم وأكثر المدن في الجزائر من الاحتلال الفرنسي. صدقوني والله يا أصحابي، إن أردت أن أتكلم بالذات عن هذه المدينة أريد مئات من الساعات حتى أعمل الفيديو، أريد وقت طويل جدا، قد يكون الفيديو طويل جدا وممل لأجلها، ولكن كما تعرفون قليلا من المعلومات ثم نذهب للرياكشن. أما الآن فلنذهب للرياكشن. الآن وضعنا قليلا من البهارات على هذا الفيديو، الآن نحن نعرف إلى أين وجهتنا وإلى أين سيكون ذلك الجمال. هدفنا أن يكون هناك جمال الطبيعة، الجمال المعماري والتاريخ، وأن نلتمس ونشم ريح ونسيم هذه الأرض الطيبة ذو الحضارة العظيمة. فلنذهب. وأما الآن نبدأ هذا الفيديو ونبدأ العناق، فلنبدأ ونعانق هذه المدينة. موسيقى
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله. تصميم وطابع فرنسي كما قلنا، تجد فيها اللمسات الأوروبية، هذه فعلا بشكل جميل جدا، بالذات في الجزائر العاصمة كما هو ملاحظ. تشكيل وترتيب المدينة جميل 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 وعجيب، وربما هذه المدن عتيقة لديها تاريخ كبير. هو السؤال هنا، هل هذه المدن بنيت أيام وجود الاستعمار الفرنسي، أو أن الطابع المعماري الجزائري كسبوا هذه المهارة من الفرنسيين حتى أنهم أصبحوا يبنوا بيوتهم بهذه الطريقة؟ هذا السؤال، وأتمنى منكم يا أصدقائي يعني أنكم تجيبوا عليه في التعليقات. الآن بتشوف كمية جمال والله العظيم. في ناس بتستغرب تقول ليش أنت كذا تبالغ وأنت بت لا يعني الموضوع مش مكلف يعني أصلا عادي يعني إيش واو إيش يعني. ورب الكعبة، إن الذي مستغرب من الرياكشن اللي أنا بفعله فيك مشكلة، أنا بقولك فيك مشكلة يعني وخلاص، وما أتكلمش على الموضوع بشكل كبير يعني، بس والله فيك مشكلة. ها جميلة جميلة، والترتيب اللي فيها، الترتيب اللي فيها تحس إنها روما، تحس إنها مدينة كذا عمرها 10,000 سنة، أقسم بالله تحس إن فيها تاريخ، نفس الطابع المنحوت كذا، روماني فرنسي مجري نمساوي ألماني ما تدريش. فيها كمية جمال كذا مغموس كذا، زي لما تدخل حتى حاجة كذا جميلة، فواكه حلوة وتخلطهم بالخلاط كذا يخرج لك الجزائر. يا الله يا الله، قلبي الصغير لا يحتمل. يا الله على البحر يا سيدي يا سيدي، والطفولة حياة مستمرة، حياة حلوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه ايش يعني بالمناسبة؟ والله جميلة، أنفاق، أماكن عبور، ملاعب. التصميم الهندسي جميل جميل، وأكيد فيها فائدة. وجود هذا التنوع في الصورة هذه الحالة بتعطيك أكثر من تنوع. بتشوف الجبال من وراء، بتشوف المياه، بتشوف العمايق، بتشوف الترتيب في الطريقة المعمارية. أنا ما أدري بأي مدينة أشبهها، أوقات أحس أنها كذا شوية من برشلونة شوية يعني. وطبعا هذه شوف كيف المدن البيضاء التي دائما تشعر انها فعلا فعلا قريبة من السماء، مرتفعة فوق سطح البحر فعلا يعني، تشوف المياه من هنا. لا لا، هذا مسجد او كنيسة، حبة حبة عليا. لا لا، مسجد فيه النقوش. لا والله كنيسة. شوف التمثال هناك، يا الله يا الله، ما أجملني وما أبهاني. شوف 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 اللوكيشن، شوف الباك جراوند، أقسم بالله ما تدري إنها السماء اللي ورا ولا البحر. يا الله ما أجملك وما أبهاك، يعني حضارات مرت وراحت وأشياء عجيبة حصلت هنا يا أخوان. جميل جدا هذا المكان. آخ 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 ماماسيتا، جميلة جدا. يا الله يا الله، هذه التفاصيل البسيطة فيها حتة جمال غير مفهوم، ما تدريش، بس أنت داري إنه عاجبك، بس أنت في أشياء كثيرة مش واضحة معك، فيها حتة جمال كذا في بعضهم الداخل، وعليها عادها على نفس نظرية الخلاط برضو. والآن هنا حصلت كذا فلوج في اليوتيوب، واحد عامل فلوج وبيصور مناطق جميلة بيقرب شوية من الواقع في الجزائر، وحبيت الفكرة، حبيت ان انا احط كمان الفيديو هنا.
فبتشوف معطيل الأضواء حقها، والله جميلة جميلة جميلة. الآن بتحس كذا أنك قريب من الناس، أنه أغلب الفيديوهات بتكون من السماء. الآن خلينا ننزل شوية للأرض. يا هذه الكنيسة هادئة وجميلة يا سيدي. تجد التاريخ المسيحي هنا مكتوب بطريقة جميلة، هناك مكتوبات ومخطوطات من الإنجيل وما إلى ذلك. يا الله يا الله، جميلة يا أخي، هذه الأماكن جميلة. الآن هذا ربما في الساعة 11 12 كذا أو 10 صباحا، فوق أسطح المنازل وقصص الحب القديم ومعانقة الأحبة، تجد البيوت متداخلة مع بعضها بطريقة جميلة، تشعر كأن الحي أسرة واحدة، لا شيء يفرق الناس عن بعضها البعض. إذا شممت ريحة الطعام في منزل تجدها إلى نهاية الشارع، تجد الجميع يستنشق هذا الجمال. وهذا داخل بيت، يا سلام. لا لا لا، هذا متحف وبيت في أواني قديمة، في أشياء جميلة يا سيدي. بالله عليكم يا صحابي، بالله اشرحوا لي هذه الأشياء. يا سيدي وهذه أكيد حظيرة جمال أو حديقة حيوان ربما. أنا أعتقد أن الجمال مش ضروري واحد يغلق عليهم، يعني عادي جدا أنك تدي للجمل مساحته الجمل ما يأذيش. إن شاء الله إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الطبيعة الخصبة. هذا يقول لك الطبيعة التي لم يتم العبث بها. وطبعا تجد أنقى الأكسجين في الوطن العربي لقلة الصناعات، يعني عندنا ما بش يعني لو صنعنا وما مصنعش أشياء ثقيلة، فتجد الهواء عندنا نقي نظيف، أنظف من الدول الصناعية. شوفي لهذه الحديقة الجميلة، والناس يتصورون ويخرجون ويدخلون. يا ألجيريا، الجزائر، مكان شهيب. أدري اسمه مرة. أوكي، هذا ذكرى إيش؟ الآن أعزائي نتجول في شوارع الجزائر. والله هذا أقرب حاجة كذا، تحس إنك بين الناس يا أخي. تحس إنك بين الناس الآن كذا، قريب من الناس، قريب من الشارع. إن شاء الله يوم أجيها يا أخوان، إن شاء الله إن شاء الله. يعلم الله أن نفسي أجيها الآن، نفسي أسافرها الآن، لكن الله أعلم بالحق. يا الجزائر البيضاء، المدينة البيضاء، يعني أغلب 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 المباني ذات طابع لون أو ذات لون أبيض يعني. يا ما شاء الله ما شاء الله، سبوح قدوس ما شاء الله. يا وهان الغروب يا صحابي، هان الغروب يا صحابي. أجمل أجمل غزل واحد ممكن يعطيه للغروب. الغروب جميل في أي مكان في الأرض، دائما الغروب يعطي التصوير ويعطي الأشياء الجميلة حقها وزيادة. عندما تقول لك الشمس وداعا، أحسن التصرف غدا، ربما أسأت اليوم، أحسن التصرف غدا. ومن هنا نأتي للبحر. Walk in Algeria's capital, live the moment. طبعا صاحب القناة كذا يعني حاططها. وتبدأ رحلتنا،
يا سيدي يا سيدي. جميلة جميلة المدينة يا اخوان، اقسم بالله بشكل واحد بس يقضي ساعات. وبهذا اجمل حاجة في الجزائر ان اغلب مدنها تلاقيها يعني، واغلب واكبر واجمل مدنها تلاقيها على البحار. شيء جميل جدا، يعني من خلال الفيديوهات اللي عملتها انا بجد ان البحار في اغلب واجمل المدن. الرسومات على المباني، قرب المباني من بعضها البعض، التداخل بين الناس بطريقة جميلة، طريقة العمران الاوروبي. جميل 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 يا أخي، هذه البلد جميلة عجيبة. الغريب في الموضوع مش عارف أنا وين الإعلام، يعني كم أفلام عملت على مثلا منطقة صح مكان ريو دي جانيرو في البرازيل. ما نقولش إنه مكان، لا مكان جميل جدا ونعمل فيه أفلام جميلة. طب والله إنك تشوف الجزائر، في مدن في الجزائر جمالها جدا جدا جميلة مقارنة أيضا بريو دي جانيرو. يعني نحطت أفلام، نحطت كليبات أغاني، وأكيد يعني حصلت بعض الأغاني وكذا، ولكن أفلام ولا أشياء تدعم السياحة. بس مش اليوتيوب، يعني اليوتيوب أوكي، بس اليوتيوب يعني أي واحد يقدر يستخدم اليوتيوب، مش مكان إعلامي كبير جدا مقارنة بالقنوات الكبيرة، الأشياء يعني أنتوا فاهمين اللي قصدي أنا، السينمات وإلى ما ذلك و إلى ذلك. هذه بتعطي فعلا بصمة للجزائر والله، بتدي للناس يعرفوا. يعني أنا لاحظ عندك مثلا في المغرب ردوان، أكيد ناس كثير تعرف ردوان. شوف كيف عامل للمغرب بابيلتي، يعني خلاها مرة people knows about it، يعني أكثر الناس عارفين بالموروكو وكذا، موروكو لأنها مذكورة في الأغاني أكثر من مرة. فهذه لمسة حلوة لو تحصل برضو لمكان زي الجزائر. نواصل نشوف الفيديو. والله يا أخواني جميلة 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 جميلة. عندما تكون في القلب يا أخي، لما تكون داخل. هذه بلاك فلاور جاردن. آمين. حلوة حلوة. فليحفظ الله الجزائر. جميل. اي وكما تشاهدون الآن يا أصدقائي، أصبحنا في ختام هذا الفيديو، وأتمنى أنكم فعلا استفدتم، استمتعتم قليلا من الطبيعة، من الحياة العمرانية، من الجمال الجزائري، أيضا من التاريخ البسيط اللي ذكرناه في مقدمة الفيديو. وأكرر كلامي مرة ثانية، الجزائر بلد جميلة، الجزائر عايزة اهتمام إعلامي. أتمنى أن أكثر الشباب تتحرك الآن، تبدأ تتكلم عن الجزائر، تتحدث. مش مهم أنك تكون جزائري أو مش جزائري، اتكلم على أي أرض عربية. أنا عن نفسي أنا ناوي أعمل سلسلة على كل أماكن الوطن العربي، وأنا داري أني وأصدقائي الإلكترونيين في هذه القناة وعائلتي الجميلة في هذه القناة سوف نستمتع، كلنا سنذهب في رحلة لنتعرف على أبهى وأجمل المدن في الوطن العربي، ولكن حبة حبة. وكما قلت لكم سابقا، أنا بدأت بالجزائر لغاية في نفسي، أنا مش مضطر أنا أشرح للناس، مش مضطر أبين كل واحد أنا ليش بفعل شيء في حياتي، ولكنكم ستتعرفون علي طول الطريق اللي احنا فيه، بتتعرفوا علي وعلى صدقي، بتتعرفوا على إحساسي فعلا اللي دائما أحاول أوصله لكم، وإني فعلا مش ناوي أتصنع. أما من هذه بس عبارة عن هواية، أحب أن أتعرف على المدن وأحب أن أعرف الناس أيضا عليها. وما طولش معكم في الفيديو يا أصدقائي، أتمنى أن رسالتي تكون واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. كان معكم أخوكم عبد السلام الهادي، إلى أن نراكم فعلا مرة عاشرة قد أنا بقول في فيديو قادم. أتمنى لكم حياة سعيدة جدا خالية من الكورونا ومن التعاسة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.